كما سمعنا الآن. هناك خطر عدم اتخاذ رد فعل تجاه هذه الأزمة، وهناك فرق جذري يحدو، فيجب أن وقلوبنا ثقيلة ولكن أمل. أتينا إلى باريس اليوم ليس لنعزز انقسامات الماضي وفظائع الماضي، ولكننا أتينا إلى باريس لكي نرى هذه الإنسانية المشتركة التي تجمعنا والإلزام الأخلاقي المفروض علينا جميعا في إنقاذ الكوكب. لسنا بحاجة إلى كلمات أكثر اليوم، وبكل صدق لا أعتقد أن عندي القدرة على كلام أكثر. وأنا أمامكم اليوم في هذه اللحظة، بلدي باربيدوس وفينسنت والغرينادينز والجزر الأخرى في الكاريبي، هي في حالة إنذار لأعصار استوائية. بالأمس كان علي أن أقرر هل أبقى أو هل آتي إلى باريس، اخترت البقاء في باريس وعدم العودة إلى جزيرتي، لأني أعتقد أنه من الهام جدا أن ننتقل من الكلام إلى العمل. خلف هذا الإعصار بث هناك أعاصير أخرى سوف تأتي، هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة.